ايش الشعران ايش الشربات يلا نعلم انا حاسس بدنا نطمنكم ان الامور كلها بخير. صبح ملك الفول والفلافل في خان يونس فاتح بقطعة الكهرب، ما في كهرب ابدا. هذا الصبي كل يوم بيجي بيجيب لنا شاي الصبح للصحفيين. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ مايسي. ليش بتجيب لنا شاي؟ عشان تصير شايف اقل من الامكانيات بندبر حالنا وبنعيش. خدي مدام شو بتلعبوا؟ بنلعب هذه اختي. ايش بتحكوا لها؟ عايزين نحييها بعض. طيب يلا. استني اصبر 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 يا حبيب استني لا تمزح حالك ايش الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا ودي مكسر يا فادي